تعد النحلة من أشهر الملقحات، لكنها ليست الوحيدة. فلنأخذ دبابير التين الصغيرة في جنوب شرق آسيا على سبيل المثال. إن حياتها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بشجرة التين الخانقة. لا تحمل شجرة التين أزهاراً مرئية واضحة، لذلك يضطر الدبور إلى شق طريقه داخل الثمار المتكونة. خلال هذه الفترة يطرح جناحيه لعدم حاجته إليهما ثانية، فتغلق التينة فوراً المدخل محتجزة الدبور في داخلها. هذه الحشرة قد جلبت اللقاح الذي تحتاج إليه النبتة، وفي المقابل وجدت ملاذاً آمناً لتضع فيه بيوضها. لقد انتهت مهمتها. بعد موتها بفترة وجيزة جاء يوم الفقس. يفقس الذكر أولاً ويتزاوج على الفور مع كل الإناث التي يلتقيها، ثم يتوجه حالاً لتنشق الهواء المنعش، فيشق طريقه عبر ثمرة التين ممهداً الطريق لخروج الإناث التي تخرج مكسوة باللقاح. أمامها الآن يومان لتجد نبتة أخرى وتضع بيوضها وتلقح شجرة التين التالية. دورة الحياة تعيد نفسها. كل شجرة تين طويلة تنشأ من بذرة بالغة الصغر. في الغابات الكثيفة تتنافس النباتات على أشعة الشمس، لذا كلما زاد ارتفاعها كان أفضل لها. كما أن لأشجار التين ميزة كبيرة بفضل البذور الدبقة التي تلقيها الحيوانات على أغصان الأشجار العالية، لذا تطورت بحيث أن البراعم تنمو عالياً وتمتد بجذورها الشبيهة بالدوالي إلى الأسفل. عندما تصل الجذور إلى الأرض وتحظى بالماء والعناصر المغذية، لا شيء يمكن أن يردع التينة الخانقة. ومن هنا جاءت تسميتها. تشق المزيد والمزيد من الجذور طريقها نزولاً وتتشبث بالأرض وتمتد، وفي النهاية تتشبث بخنق قدرة الشجرة المضيفة على امتصاص ما يكفي من الماء والعناصر المغذية. على مر السنين تغلف التينة الشجرة المضيفة بشباك من جذور التين وتقضي عليها. شظايا الخشب المهترئ هي كل ما تبقى من شجرة ضخمة بارتفاع 50 متراً. وفي مكانها ترتفع شجرة تين خانقة شامخة وفخورة.